والنهاردة فرح يا جدعان، عايز كله يبقى تمام. لقيتها ماشية مشيت وراها، قلت لازم أعيش معاها. عارفين قلت لها إيه؟ بعد إذن سيادتك أنا معجب بسعادتك، والله ممكن أكمل طن، يمكن ربنا يهديني وأكمل. بتاعتي مش بتاعت اي حد. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير ابو عباتي. هي صباح الخير. شو قاعد كذي تخزني من الصبح مينون؟ بصراحة انا قعدت من النوم وشفتك نايمة، قلت اتمقل بويك الحلو. وأنا كلش قاعد أحلم كوابيس. إنزين، إيش رأيك تعزميني على ريوق؟ أنا أطلع أتريق معك، ليش مينونة؟ يعني أنا أفشل؟ لا، بس أنا ما أحب الريال اللي جابلني 24 ساعة. آسف، تبيني أطلع من الدار؟ تبيني شنو أسوي؟ تبيني أروح بعد ما أرجع؟ توايد حابني؟ بصراحة؟ أنا أحب الريال اللي يدلعني واللي يخليني الآمرة والناهية بحياته واللي ما يطلع عن شوري. بس يعني مو المفروض العكس؟ والله عاد تدري أنا بنت منو؟ تدري أبوي منو؟ يعني كلمة ضايقتني أو حركة أبوي راح يطلقني منك. لا 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 خلاص، ما راح أطلع عن شورج، أنا أصلاً كلي تحت أمرك. إيه عافية، خليك كذي عشان أقدر أحبك. انزين ايش رايك نقوم نروح نتريق مع امي، واذا ما تبين انا اجيب لك الريوق واوكلك بيدي. لا ما احب اتريق، ما احب اكل من الصبح، وانت بعد لازم ما تتريق الا معي، يعني بالحزه اللي انا اكل فيها انت تاكل وياي. بس انا جوعان. بس علشانك راح اصوم العمر كله. زين قوم خليني اكمل نومتي، وإذا قعدت يصير خير إن شاء الله. حبيبتي قول لي حاضر حبيبتي. بس حاضر حبيبتي. بونوي